يا فلاشته ويا الريال. طبعا الفكره جات في البدايه من صاحب المحل سعد، هو اساسا يموت في اللوز، فقال ليش ما نحول اللوز من ياكلونه لياكلونه ويشربونه، يصير ايس كريم ويصير سلاش وقت الحاره. لمده 3 شهور اسوي تستات تست 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 ليه ما صاد الحاطه، ليه ما طلع الموضوع صج ايس كريم لوز صجي لوز بس تاكله كايس كريم. اول 3 ايام ما كان الاقبال مثل الاقبال اللي قاعد تشوفه هنا ما شاء الله. من ثالث يوم في فيديو نزل في التيك توك وضرب الموضوع عند اخواننا الخليجيين، يوم سمعوا عنا البحرينيين صاروا يوم من الساعه 3 احنا نفتح الساعه 5، الكل يجي بدافع الفضول، شلون اللوز بيصير عسكريم وبنبوقه كعسكريم، هل صدق نفس الطعم ولا لا؟